نعود لمتابعة هذه الحلقة مع المحامي الأستاذ محمد سعيد فواز. إذا قبل ما ناخذ الاتصال الهاتفي مع الوزير دوفريش، كنت عم تحكي عن مؤشرات تمثلت بزيارة الوزير عاصم أنسو للوزير فرنجية سليمان فرنجية. شو استخلصت من هذه الزيارة؟ صرنا عم نشعر إنه في وكأنه في رأيين. يعني زيارة الوزير النائب عاصم أنسو للوزير فرنجية كانت واضحة انه هو بأيد انتخاب الوزير الفرنجي رئيس الجمهوريه، وبيعتبروه هو الضمانه للخط السياسي تبعهم. نعم. وبالتالي النائب عاصم أنسو اليوم بيمثل قياده حزب البعث او المرتبطه مباشره بسوريا. النظام السوري. فنحن امام واقع، هل يعني النظام السوري عنده مرشح والايراني عنده مرشح، ولا بعد العمليه قصه مناورات لتطويل امل الازمه، وكانه عم يفرجونا انه في رايين بهذا الموضوع. هل بعده بيقدر النظام السوري يفرض رايه استاذ فوق بعد هل يفرض رايه عبر الحلفاء تبعه بالنتيجه؟ حلفائه ام حلفاء ايران؟ ما هون السؤال، هون نحن عم نطرح هيدي الفرضيه، انه تصريح عاصم أنسو نعم عشو بتاشر؟ هل التمسك بفرنجية بوجه عون؟ او من باب كمان المناوره حتى لا يطولوا امد الازمه اكثر ويخلوا حاله بلبله، يعني ليصير في تقديرك؟ لا. تقديري انا برايي انه اكيد عمليه بلبله اكثر منها بلبله إشارة. مقصود بعد القرار عند حزب الله، والسوري نعم بيخضع لاراده حزب الله لاعتبارات كثيره سياسيه وامنيه. ولكن لاي مدى بيقدر لبنان يضل صامد؟ يعني سمعنا الوزير دوفريج المؤشرات الماليه والاقتصاديه بأسوأ أوضاعها، يعني لا تبشر بالخير، وقديش هالحكومة رح تقدر تتحمل سجالات من نوع السجال يلي صار امبارح بين تيار المستقبل ومش بين تيار، بين رئيس سانيورا والوزير علي حسن. هلا واضح في عملية تيئيس، في عملية تيئيس على كل المستويات، والجهة وحدة، يعني عملية كل يوم عم يستولدونا أزمة. نعم. يعني بلشوا بموضوع النفط، فتنا على موضوع المالية العامة، فتنا على موضوع الليطانة، فتنا على كل يوم في قصة، وثاني يوم في قصة وبتنطى وبتجع قصة جديدة. نعم. وكله هذا على حساب الدور الأساسي المفروض يمشي فيه الرئيس بري ويضغط على حلفائه بانتخاب رئيس جمهورية. الرئيس بري يعني بيتحمل مسؤولية كبيرة من باب مسؤوليته الوطنية، وبنعرفه الدور اللي قادر يلعبه بهذا الاتجاه، انه يعني كفى لهالموضوع هيدا يصير في انتخاب رئيس جمهوريه. بالنهايه الشخصين لتاريخ هيدي اللحظه اللي مرشحين للانتخابات بيخدموا الخط السياسي اللي بده اياه حزب الله. فبالتالي انه والله الشكوى الماليه هيك وقصه هيك والازمه هون وازمه هون، والنهايه محورها واحد، انتظام عمل المؤسسات، الا اذا هن راضين بهذا الواقع ومعتبرين حالهم ان ربحانين، او عم موضوع طاوله الحوار تكون هي بالنهايه تصير طاوله دائمه او تصير هو اللي عم نحكي عن المؤتمر التاسيسي. يعني في كثير، يعني في كثير علامات استفهام عن هذا الدور الملتبس اللي عم يتم. فالوضع الاقتصادي والوضع المالي منه جديد هيدا، يعني عمليه قد ايه بتعتبر انه بقاء الفراغ بيعني بيساوي بقاء الحكومه؟ هلا يعني ما في خيار ثالث. يعني للاسف الرئيس سلام عم يتحمل كثير، ولكن الحكومه موجوده ومش موجوده، يعني موجوده ومش موجوده. هلا يعني في مشكله يعني يبدو كمان من زاويه التعيينات. اليوم اللواء تشير الى ما حدث بملف جهاز امن الدوله لجهه احاله نائب رئيس الجهاز العميد الطفيلي للتقاعد، على الرغم من عدم تعيين بديل، وفي استحقاقات جايه على طريق، منها تسريح اللواء محمد خير، منها تأجيل تسريح اللواء الركن وليد سلمان، وكمان وصولا للعماد جان أهوجي. يعني نحن كمان على صعيد المؤسسة العسكرية لسنا بخير كما يبدو. وين ما كان عملك، يعني مثل ما حكينا ببداية الحديث، نحن بعملية تحلل، هي الدولة عم بعملية تحلل وهن عم يشرفوا عليها. للأسف اللي يعني صار المسؤول عم يشكي اكثر من المواطن من الحاله اللي نحن فيها. مطلوب وقف الضمير. نعم. وقفه وجدانيه. يعني موضوع طاوله الحوار، شو عم تنتج طاوله الحوار؟
ما عم تنتج شيء. ليش متمسك فيها تيار المستقبل؟ تيار المستقبل ما عاد عنده، تيار المستقبل عم يروح وين في خيارات ممكن يفتح فيها ثغره للحل، عم بياخذ بهيدا الاتجاه. نعم. للاسف في عمليه اضاعه وقت او عمليه لعب على الوقت لحصول استحقاق اقليمي معين يخدم طرف من الاطراف اللي هي ما زالت متمسكه بطرف اللعبه. تعتبر انه الكره قد تكون هنا بملعب الرئيس نبيه بري لجهه مثلا تغيير قصه النصاب الثلثين، يعني انه الضرورات تبيح المحظورات بهذه الحاله، انه ممكن تكون المخرج للازمه عند الرئيس بري؟ سترلا، هي الازمه بلشت وقت اللي قرروا بهيئه المجلس النيابي باعتماد الثلثين. نعم، قررت هيئة المكتب كلها يلي مشاركة فيها 14 إدارة أكثر من هون كانت من الخدعة الكبرى اللي تمت. ومن من وقتها خدع من؟ يعني أنت عارف الرئيس بري بيعرف كيف يخيط كل شيء. الرئيس بري يعني نحن ما عم نتهمه خدع القوى السياسية أو القوى بعض الأطراف عن قصد ولا عن غير قصد. لكن بالنتيجة وصلنا لهان لهيدي النتيجة. نعم، هلا مفروض تراجع عنها، تراجع عنها ويصير في إعادة يعني إعادة قراءة جديدة حتى للعملية الدستورية. يعني الرئيس بري اليوم بتمسك بعملية الثلثين، وعملية الثلثين عم تتم كل جلسة بتروح لجلسة ثانية، ما بيخلي الجلسات مفتوحة. نعم، لحال لو ظلت الجلسات مفتوحة صار ثاني جلسة ما بتعود نصاب بالأكثرية. فمتأمل أن قواعد اللعبة تتبدل لحتى لا نطلع من هذا المأزق الكبير. على ماذا يراهن اللي نحن عم نعيشه بثلاثية آب؟ على ماذا يراهن الرئيس بري؟ الرئيس بري ليش حط موعد بأول آب؟ برأيك كان ناطر استحقاق معين؟ هلا الرئيس بري بيملك معطيات أكيد أساسية وجوهرية بالوضع السياسي اللبناني، لكن هلا الواحد اللي عم يشوف ما في معطيات. يعني ثلاثية آب بعد لها يعني أسبوعين. نعم، ما في شيء عم يتغير، يعني ما في شيء تطورات ببشر سريعة انه تأشر انه والله بشهر آب ممكن يصير في تغيير او في واقع جديد، الا اذا انا ما زلت اراهن على الوضع الاقليمي. الوضع الاقليمي هو حيفرج على الوضع الرئاسي بلبنان. عدا ذلك طالما الوضع الاقليمي في اشتباك، فطالما الموضوع الرئاسي نحن كمان عايشين باشتباك ولبنان عم يدفع الثمن بخضم هالوضع الاقليمي. مساعي ترتيب البيت السني الى اين وصلت؟ ما في مشكله بالبيت السني، ماشي الامور. في ترتيب معين كان الرئيس الحريري عم بيقوم فيه لجهه التقارب، لمسناه يمكن اكثر شيء بالاستحقاق البلدي. اليوم ما زال قائما هذا المسعى؟ اكيد طيب، ممكن عم يعني حتى بتقديري في محلات معينه عم يتثبت اكثر. يعني عمليه كل القوه تكون شريكه بالقرار، وخاصه نحن باوقات مصيريه. نعم، تصور الرئيس الحريري يعني حريص كثير بهذا الموضوع وبذل جهود مضنيه، واحيانا في محلات توجهت له سهام معينه، ولكن مثل ما حضرتك تفضلتي انه الرئيس الحريري بيطرح السؤال، يعني صاحب قرار شجاع وبيغلب المصلحه العليا على مصالحه الحزبيه او الشخصيه. يعني بيعتبر مصلحة الوطن هي الأساس وهي الأهم بهيك موضوع. والبيت السني الحمد لله هلا متعافى أكثر من الأول. هل شعر هذا البيت أنه مستهدف بشكل أو بآخر مما يجري في لبنان؟ هلا كل الحياة السياسية بشكل البيوت عام، كل البيوت الطائفية بلبنان مستهدف. ما فينا نقول لا، والله السني مستهدف أو المسيحي مش مستهدف، والعكس صحيح. نحن هلا محتاجين لنعيد خلطة لبنانية واحدة تكون أبعد من قصة السني والشيعي والمسيحي. عاد جربناها هلا لنا فترة طويلة عم نجربها، في عملية تآكل لكل الأجسام سواء الشيعية أو السنية أو المسيحية. فنحن يعني نتمنى إنه نطلع من هاي الحالة الطائفية والمذهبية لتصير لبنان واحد، ولبنان هو الأساس وهو الهدف لكل اللبنانيين. بهذه العملية التآكل لأي مدى تشكل بيئة خصبة يمكن للإرهاب أن يتسلل منها؟ لأنه إضافة للعناوين المالية والسياسية في عنوان المخاوف الأمنية الذي يتسابق مع التوتر السياسي مثل ما كتبت اليوم جريدة الجمهورية. هلا عملية الإرهاب عملية صارت عالمية، منها قصة داخلية، أو بالعكس القوى الأمنية بلبنان عم نلاحظ من كثير محطات
انها عين ساهره بشكل كبير، يمكن حتى من اكثر دول فيها استقرار سياسي وامني. لكن هذا بيتطلب كمان زياده وعي من كل اللبنانيين، وحتى الخطاب السياسي، الخطاب السياسي هو اساس بالتوجيه لحتى نحافظ على هذه الوحده ونمنع الارهاب يتسلل، سواء كان اي نوع من الارهاب، سواء كان ارهاب فكري او ارهاب جسدي اللي عم يصير. فالخطاب السياسي ممكن يريح الساحه اكثر، ما يفتح مجال او يعطي الذرائع او اسباب لاي عمليه امنيه تنحسب على هالخانه او على هالخانه. مصادر امنيه اليوم استاذ فواز بالجمهوريه دقت ناقوس الخطر من ما قالت انه تحضيرات تعدها المجموعات الارهابيه لضرب الاستقرار الداخلي، وهو الامر يلي دفع مخابرات الجيش والاجهزه الامنيه لرفع مستوى جهوزيتها بتعاقب تلك المجموعات واحباط اهدافها، مثل ما صار بالقاع قبل فتره قصيره. ستنا لبنان مستهدف، ما في شك. نحن في خزان نار موجود على حدودنا. الازمه السوريه عم تفرز كل شيء. فبالتالي نحن يعني لبنان منتظر، ينتظر كل شيء. نعم. فبس نحن ما زلنا عم نعول على دور كبير على القوى الامنيه وعلى الجيش وعلى كل الاجهزه الامنيه، والحمد لله لحد هلا الامور ماشيه. يعني ما تهويل او تضخيم المساله، ما هي اصلا موجوده. الاستهداف الامني للبنان موجود. نعم. قبل هلا فنحن بدنا وعي اكثر، وعم نركز على موضوع الخطاب السياسي، عقلنة هذا الخطاب تجاه الراي العام بيخدم كثير الساحه الداخليه. بجريره هالمخاوف النازح السوري باكثر من مكان عم بيدفع الثمن، وحرب تموز بعد 10 سنوات، اين كنا واين صرنا؟ بعد ما نتوقف مع تاني وفاصل لحظات ونعود.